الإيمان الأكملان على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحرمنا أدينا سبحانه وتعالى والله أغلاده إن الميشة بقى والنوصة السلام أنكو أخرنا إنه كتاب آذو قيمة بضل ونوع اختصارنا يا من نوصة وقابلة وحي نبي عليه الصلاة والسلام لقوله كتاب كاسي وحل إلى هذا الوجيز في سنة النبوية. شيخ القري وشيخ سوريانا خير بدأ الله سيئة إلى هذا دكتور صالح أحمد الشامي كتاب كان زي الكيسة وحوها سدح مجلدات ووسيخ وكسر اختصاري أمهات الكتب الحديث كدبنا سدح مجلدات يدرو حقوصه وكوي هالمجلد وكن يسدح بغرا حديث كل بعد أي كسر أروري وحنا وكسر وكل جمع ما لا يسع المسلم جهله كتاب كان وحه وكل مي وحقوق المسلم ك إنه كجاهل هذا أن الله بحنين وإنه يؤذي الله مار مهريته. شيخ حفظه الله تعالى ورعاه وجزاه خيرا كتاب كان وحو كسر كتب تبح الله أحاديثه وحنا وشاغي إنه كسر أروريه بخاري مسلم وحيث كتفاقين معلقات كإمام بخاري سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه سنن الدارمي مسند الإمام أحمد موضع إمام مالك صحيح ابن خزيمة صحيح ابن حبان مسدرك الحاكم سنن البيهقي هي كتاب الحديث المختارة ومروى المؤو إشارة حديثها كل قدريه حديث أنصحي وحونا كتاب قيبي سجال مقصد أم سجال قيبون ومقصد كوهر عقيدة كلمات في العلم ومسادره علمي ويميش لقاته مقصد الدحات كتاب العبادات كأفراد في أحكام الأسر أسرة بقول غير كأسقطن تنشنات وحول في الحاجيات الضرورية وحقوق الأغمار ما هو بهاي تنلحات معاملاتك نذكر من عندك وحقنا لحية تنشنات تضوات وحول في الإمامة وشؤون الحكم إمامك إيوه حقوقه وحقوق تعلقه مقصد سيدان وحقوقه في الرقائق والأخلاق والأداء وحيالها قلوب الجمعية ينقن كوناكس تنسجارنا وحقوقه شغي في السيرة النبوية مركوا كتاب إن شاء الله أذوقي ببضل شيخ مركوا حقوقه بالله مقصد كوهرية العقيدة الكتاب الأول شيخ وحقوقه بالله الإسلام والإيمان باب الكوات وحقوقه قري أركان الإسلام والإيمان إسلامك هي إيمانك أركانت هذا قال الله تعالى إن سريه وحولي يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا في سورة الأنعام إلى يحيي يا أيها الذين خيار آمنوا رميه آمنوا رميه بالله الله رميه ورسوله سبحانه رميه والكتاب كتابك رميه الذي كاسه نزل إلهي أدجي على رسوله أي محمد عليه الصلاة والسلام والكتاب كتابك رميه الذي كاسه أنزل إلهي أدجي من قبل خري وأنبيده ونكتب له سودجي ومن يكفر بالله قف إلهي كقالوا وملائكته ملائكة الدينة وكتبه كتب الإنكار ورسوله رسول شكهر بما ذو الديدة واليوم الآخر ما لن تقيامه إنكار فقد ضل إلى يحلي وأنه ضلالا بعض بعيدا وهذا إلى هنا بعض شيخ وحو سوري حديث كي عبد الله بن عمر المخضر رضي الله عنه قال وحول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوبنا وحولي بني الإسلام على خمس إسلام كوحال قل سي شنتين بال قل سي شهادة أن لا إله إلا الله أحد ذر وعبده رميت أحد ذر وعبده مجر إلا ألموه وأن محمد رسول الله محمد رسول كإله إلهي وإقام الصلاة صلاة ديون لوغو وإيتاء الزكاة زكاة ديون لبحيو إيو والحج حج كيون لآذو إيو صوم رمضان بشر رمضان أو الله صومه
وحكيت الشيخ وسؤلوني حديثك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال سيدنا عمر وحلي بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أنهم علينا وسلم لجهبنا اضطلع علينا رجل شديد بياض الثياب وحلوا حنوصهم بحيبون نركي سؤاد قرحويه شديد سواد الشعر تلتي سؤاد يوم ذوذه لا يرى عليه أثر السفر قف السفر كي منه آن كم موقنين ولا يعرفه منا أحد قفل ما يقال إن هذا ما قاعد قناه الله نكو يقالين هذا سفركم مقنع الله ومضوا يركله مرقني كان للمغادير وماك الجوغة هذا قف سفر كي منا محال الله وماك قف يقال أنا مالي وحوري حتى جلس النبي إلى السلام ووفر لفرسته وفاسد ركبته إلى ركبته جلبها جلبها وصاره ووضع كفيه على فقذيه لما ذي سقع موضع السلام بوددي سأصاره وحور وقال وحور يا محمد أخبرني عن الإسلام وحور محمد إسلامك محاله لجيدا قال صلى الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إسلامك وحويا أن تشهد أن لا إله إلا الله إن قلت أحد قل روعة من إنه سنجر إلا أن لمعي وأن محمد رسول الله ليه محمد رسول إله إياه وتقيم الصلاة صلاة أدوكتو وتؤتي الزكاة زكاة أدبحسو وتصوم رمضان بشهر رمضان أسنتو وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا بيتك إلهي هذا حديثه حد هذا أود قال سيدنا عمر روحه فعجبنا له لكي والله يا أبني يسأله وحبه ورسنية ويصدقه هذا روحه ليه ورده إلا مقف مرقوح سؤاله ووحي وصل أقول له جوابه أسألك وحي إنه جزاك الله خير له إلى هذا لكن لكي هم يروح نوه ورسنية هذا روحه ليه رمبات شكل قال وحكوا يقولي فأخبرني عن الإيمان محمد إيمانك محاله لجيدا قال نعسى السلام وحوري أن تؤمن بالله إن إلهي رميسه وملائكته ملائكته رميسه وكتبه إلهي كتبه وسده يا ذقراته ورسوله رسوله إلهي رميسه واليوم الآخر مالت قيامة رميسه وحوري وتؤمن رميسه بالقدر وحي إلهي أقامي خيره وشره وحي كل معاني وحي كل قرارنا قال أنت لو حوري صدقت رمبات شكتي قال وحوري فأخبرني عن الإحسان بحال رجل الإحسان قال وحوري أن تعبد الله إلى إله يعبده كأنك تراه أظهر أركي وكريته فإن لم تكن تراه هدي هذا أركين فإنه يراك إلى حسابك وأركاي سبحان الله أي مراقب إلى إله إلى سيد الجن قال وحوري فأخبرني عن الساعة وحرم أنت قيامه إيجا شاكي محلو نجيدا سياد معنا سياق ساعد قورمي دعيسا قال وحرم المسؤول عنها بأعلى من السائل ما المسؤول عنها وحرم أهلك اللويدي متك أغاء قوم بذل من السائل كان وحور صنايا وحرم يأذي وفرق نوان حيمل قال وحرم فأقبل عن أماراتها وحرم هذه شيء على مدها نقول كرتم قال وحرم أن تلد الأمة ربتها وحلو حلو رجدا إن أضونت أين شو سيد كيدي معنى إلا كمان أضونت نيك إسكالها حق مولي ينوك الموضو هدي عرون شو عرون تسنى إسكاله هدو هدو ننتو إيضو حكم من قول إيسا مال كيسي لا نحلا مرك عرون تسمى نحلا إيسا إنك صفق هذا مرك دم إيا صحابة إسكوا وافقين إلا هدين هدي كمان وحنا شو حروب إيسا هدي أنا وحنا أصلها مال كيمي كميتاي مرك هو يدي معنى بقول نحلا يا مرك سيد كيسي بين قول إيسا سبحان الله قال وحوري وأن ترى الحفاة إن أردتك قاقا ذلك كبلا عنتها العرى إقاقا ولا العال إفقرضها ذلك بعديها إقاقا ولا هم وحوان حسن يتضاولون في البنيان إيه ومركة محال الله هاي كتر تمية لسمية شواوين مركة سان كوين وري ثم انضلق مركة نكي واتري فلبث مليا الحوغا بأن جوغي بير حوغا بأن جوغي ثم قال لي وجري لي يا عمر أتدري من السائر وتقانا نيكا كوحنا ورسناي سكا سؤاش ويدينا إني أتقانا قلت وحنا الله ورسوله أعلم عليه رسولك سائر قال وحر فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وجبريل أؤمد ودينتي نمحال الله إذن برايا ودينتي نإذن برايا أؤمد وايا شيخ رحمه الله تعالى وحكى له سؤالي
حديث أبي أمامة رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله رجل مع سلام ما وحويديه فقال وحري يا رسول الله ما الإيمان رسولك له إيمان محاله ولجهده قال مع سلام وحري إذا سرتك حسناتك حديث وناقة وكفر حقيه ووساءتك سيئتك حماتنا أي كل بطه فأنت المؤمن أذو مؤمن باطل فقال يا رسول الله ما الإثم رسولك إلى الدنب محوله قال وحي إذا حاك في صدرك شيء فدعه هذه قلبك هذا يحكو الله اللابطان وقد حمالي حارانك لقلوه إستغلتك مركا إنت أسأل مركو عدين حداد ولا كفر حيسو أهل إمام باطل حداد حماتنا كان حيسو أهل إمام باطل مركا إلهي أنا قلنه أدوم صالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.